للحديث أكثر عن الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق والرفض الشعبي لها وللأحزاب المشاركة فيها، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير السيد علي عزيز. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، ما الذي يمكن أن تقدمه الانتخابات للعراقيين؟ هل هناك مرشح أو مرشحون أو كتلة يعني ستقدم شيئا جديدا يمكن البناء عليه؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام وضيفك الكريم. من المؤكد تماما أن العراق يمر بأسوأ حالة انتخابات منذ 2003 إلى يومنا هذا، لأنه حقيقة كل الوجوه الموجودة والأحزاب التي صنعت خلال هذه الفترة هي أحزاب تمتد جذورها إلى خارج الوطن، وبالتالي هي تسعى للمحافظة على الدول الداعمة لها وليست على مصالح العراق. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى وجوه المرشحين، إلى برامج هذه الكتل السياسية وبالتالي مآلاتها وماذا تريد أن تنفذه، تجد أن الهيمنة الإيرانية واضحة على جميع هذه الكتل السياسية، فضلا على أنهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة. لذلك لا يوجد هناك طرفا سياسيا في هذه الانتخابات يشارك أو وجها يمكن أن يعول عليه باتجاه التغيير، لأن منظومة العملية السياسية محكومة بقوانين، وهذه المنظومة يتوصف بأنها نصف الباب، فمن يريد أن يدخل إلى العملية السياسية عبر الانتخابات فلا بد أن ينحني لها لتنفيذ شروط اللاعبين الدوليين والإقليميين، وهنا أعني الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على وجه الحصر. وبالتالي كل هؤلاء حقيقة يطمحون إلى زيادة الإمعان في تدمير العراق. لذلك هذه الانتخابات من يشارك فيها سيشارك في خيانة العراق، لأن هؤلاء جميعا سينفذون أجندات خارجية تضر بالعراق، بدءا من مشروع التقسيم الذي يراد إحيائه من جديد، إلى مشاريع أخرى يراد منها إنهاء العراق لصالح إيران عبر الطرق البرية التي تريدها والربط السككي وما إلى ذلك من الأمور الأخرى والمشاريع الخبيثة التي تريد الاستيطان في العراق على حساب الشعب العراقي. وبالتالي نحن نرى أن هذه الانتخابات ستعمق الأزمة، وبالتالي نحن أمام عطافة خطيرة ما بعد الانتخابات ستحل بالعراق، وهذا حقيقة واقع، يعني ليس تجنيا وليس حقيقة نظرة سوداوية، لأنه دائما الأسباب والأمور البدائية حقيقة لها نتائج. وبالتالي عندما وجدنا أن السلاح المنفلت وأن عمليات التزوير وأن هكذا دفع كبير لإطار المشاركة الانتخابية من خلال ترويج بعض معممين أحزاب وفتاواهم الجاهزة من أجل مناصب حقيقة زائلة، كل هؤلاء فضلا عن المناطقية والعشائرية كلها حقيقة تهدف، لأنهم يعلمون تماما أنهم فقدوا شرعية الشعب العراقي لهم، وبالتالي هم يطمحون للوصول إلى عملية ذر الرماد في العيون من خلال ما يجري بأن هناك مشاركة شعبية بغية تزويرها ورفع نسبة المشاركة فيها لأخذ شرعية دولية، ليس إلا على حساب العراقيين، وإلا فإن العراقيون يعلمون تماما أنه لا حل لاستعارة العراق ولا يمكن إنقاذ العراق عبر الانتخابات مطلقا، ولذلك هم يرفعون شعار لا لن ننتخب بطريقة كبيرة وواسعة. إذا ما أخذنا نظر الاعتبار أن هناك تحشيدا لفتاوى سواء مرجعية النجف أو ما ظهر اليوم ما يسمى تجمع الوقف أو المجمع الفقهي أو حقيقة العصبية العشائرية وما إلى ذلك، كلهم يدفعون المشاركة، بينما حملة يقودها شباب أثرت في الشعب العراقي، وتجد أن الشعب العراقي بنسبة كبيرة اليوم فضائيات تروج للانتخابات حقيقة أحبطت من عمليات استفتاء في محافظات عديدة، قالوا في أحسن الأحوال. اسمح لي استاذ عبد القادر، ساعود اليك مره اخرى. هذا الترويج يعني ايضا ليس بالجديد، في كل 4 سنوات يتم الترويج لهذه الانتخابات ولكن لا تقدم شيئا للعراقيين. استاذ علي عزيز، يعني الاحزاب الحاكمه ترى الانتخابات فرصه لتجديد سلطتها وفرصه لاستمرارها ايضا في الحكم، ولكن يعني هل يرى الشارع العراقي ما يراه شركاء العمليه السياسيه؟ هل هذه الانتخابات ستلبي الأهداف أو الطموحات التي يدعي بها شركاء العملية السياسية أنهم سوف يحققونها من خلال هذه الانتخابات؟ كيف ينظر الشارع العراقي إليه؟ نعم،
طبعا الشارع العراقي اليوم اذا ننظر له، واتكلم هذه كاحد ثوار تشرين، نعم، ثوره تشرين، احنا اليوم ننظر الى هذه الانتخابات، وكل من بالتحديد كل من يشارك في هذه الانتخابات فهو يساهم مساهمه فعاله في اراقه الدم العراقي وفي الاستخفاف بدم ثوار تشرين الابطال، وكذلك لا يمكن وصفه بكلمه تليق به غير كلمة خائن يخون العراق. كل من يساهم وكل من يروج وكل من يطبل لهذه الانتخابات هذا معناته تغول في الدم العراقي. ونحن الآن ومن خلال قناة الرافدين نجدد الدعوة لكافة أبناء الشعب العراقي بمقاطعة هذه الانتخابات الفاسدة الموضوعة المحسومة النتائج من الآن وبل من قبل مدة، ونحن لدينا معلوماتنا ومجساتنا حتى نعلم كيفية تقسيم المقاعد وكيف تقاسمها الفاسدون من يدعون الوطنية. اليوم احنا بالتحديد نرى الالتفاف الذي حصل على ثورة تشرين وبخديعة الانتخابات المبكرة، هذه الخديعة التي أتى بها من وصفناه بشيخ الكذابين هو العميل مصطفى الكاظمي الذي تسلل خلسة إلى سدة الحكم في العراق والتف على ثورة تشرين وحاول طمعها، لكن الآن ثورة تشرين واعية، ثورة تشرين ثورة فتر، احنا لدينا الآن احتياطاتنا ولدينا الآن مواقفنا، نحن لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الأمر الحاصل في العراق الآن. الآن لدينا العديد من الخطط، لدينا خطط رئيسية وخطط بديلة، والبديلة لديها بدائل أخرى أيضا، لن نقف متفرجين. ونلاحظ اليوم تصريحات الحكومة العراقية لا شرعية تقول لدينا ما يزيد عن 300 ألف عنصر أمني لحماية مراكز الاقتراع. هذه ليست انتخابات، هذه حرب ضد شعب العراق. هؤلاء 300 ألف عنصر أمني مسلحين مجيشين ضد شعب العراق. ماذا سيحصل؟ الميليشيات تحمي الانتخابات، القوات الأمنية هي من تحمل الانتخابات، والشعب العراقي هو الذي يقتل، هو الذي يذبح. طيب. كل من يدعي وطنيته ويساهم بالترويج الانتخابات هذا خائن للعراق ويخون شعب العراق، وابتداء بالأعداء الثلاث اللي هو رئيس البرلمان الحلبوسي ورئيس الجمهورية. هذا المايسترو العملية السياسية العراقية، ونرى كيف تلاعب بالعراق منذ اليوم الأول لثورة تشرين وكيف لعب على جراح ودم شهداء ثورة تشرين حين يوما يريد أن يرشح فلان ويوما فلان ويوما فلان، ومن ثم يأتي صغير الأملاء وشيخ الكذابين مصطفى الكاظمي، لكن طيب. نحن لهم بالمقعد. طيب أستاذ علي ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد القادر، مشاركة الميليشيات في هذه الانتخابات، ميليشيات مسلحة تشارك في هذه الانتخابات، يعني هل المشكلة في مشاركة الأحزاب الكبيرة المسيطرة على المشهد في العراق؟ ذكرت حضرتك إيران وأمريكا من يتحكمان بالمشهد في المشهد السياسي في العراق. هنا هل من ربط بين يعني علاقة أمريكا وإيران وسيطرة الأحزاب كبيرة على مجريات العراق الآن خلال هذه الانتخابات؟ هو هذا الربط ذاته من مجلس الحكم الذي رعي أمريكيا وإيرانيا واتفقوا على تشكيله وتقاسموا حقيقة النفوذ فيه، لذلك لم يوجد هناك أي تغيير في أي عملية انتخابية سوى تغيير الوجوه، وهذا شيء طبيعي لذر الرماد في العيون، وإلا المتحكمين في هذه الأحزاب والميليشيات التي شكلت منها القوات الحكومية والعسكرية وقاتلت مع المحتل الأمريكي منذ مجلس الحكم إلى يومنا هذا هو ذات المخرجات. لذلك هذه الانتخابات اليوم ظهرت للعلن أن الحركات المسلحة الميليشياوية الملطخة يداها بحقيقة عدد كبير من الأبرياء العراقيين، سواء في الصقلاوية، في جرف الصخر، في عزيز بلد، في الموصل، في الأنبار، في بغداد، جرائم كثيرة، هؤلاء يتقدمون الصفوف اليوم للانتخابات. ثم ما فعلوه في ثورة تشرين من هؤلاء الشباب السلميين، نجد مجزرة السلك من ارتكبها اليوم يتصدر قائمة انتخابية باسم ميليشيات، وبالتالي حقيقة كل هؤلاء الست ميليشيات التي منحتهم المفوضية إجازة العمل والذين رشحوا 300 ميليشياوي ملطخ يداه بدماء العراقيين للعمل الانتخابي، ألا يخالف ذلك فقرات الدستور
التي تنص على عدم مشاركة ميليشيات مسلحة في الانتخابات؟ ما بالتأكيد هو يخالف الدستور ويخالف قانون مفوضية الانتخابات، يخالف القانون الدولي للحقيقة للسلم والأمن، الأمن، وكذلك لشروط العمل السياسي. بالتأكيد يعني نتكلم نحن عن قتلة اليوم يتصدرون، لكن هي تخالف، من أين جاءت بشرعيتها؟ لأنه لا وجود هناك قانون حقيقي في العراق في ظل العملية السياسية الحالية. هو من أين جاءت مشروعية مفوضية الانتخابات الحالية التي تسرح وتمرح كما تريد في تشريع قوانين، ولا يحق لها ذلك عندما احتسبت نسبة المشاركة أو نسبة احتساب المشاركة تكون مع المستلمين البطاقة الانتخابية والمنتخبين دون النظر إلى من يحق له الانتخاب في العراق. نحن ابتداء العراقيين حسب ادعاءات المفوضية والرقم أعلى بكثير أن 40% لم يستلموا بطاقاتهم، يعني بواقع 9 مليون عراقي لم يستلموا بطاقاتهم من 25 مليون كما تدعي المفوضية، والعدد أكبر بذلك. إذا نحن نتكلم عن 40% ابتداء هم مقاطعون لن يذهبوا إلى العملية الانتخابية. لذلك جاءت الحيلة لمفوضية الانتخابات في احتساب جديد ما غير موجود في دول العالم بالمطلق. لذلك هذه المفوضية لا تمتلك شرعية، لكن السؤال هنا أننا وصلنا إلى مرحلة النهاية في العملية السياسية. لذلك كشرت هذه المفوضية والميليشيات والعملية السياسية على أن تسمي هذه الميليشيات المسلحة وبأجنحة مسلحة إلى العمل السياسي وتمنحهم إجازات ممارسة العمل السياسي، بينما تقصي آخرين بطريقة على تصريح ربما أو على رأي سياسي. لذلك حقيقة هنا جاءت عملية أنه هذه الانتخابات التي نتوقعها ستكون آخر انتخابات في العراق، ونحن مقبلون على انعطافات خطيرة ما بعد الانتخابات، وستشكل أزمات كثيرة حتى وإن شكلوا الحكومة. فإن العراقيين اختاروا قضية المقاطعة لأنهم يعلمون لا أمل عندما يتم شرعنة أو مشاركة أو إعطاء صوتك لقاتل أو شرعنة وجود هذا القاتل باعتبار أنك شاركت في الانتخابات وبالتالي أعطيتها مشروعية، وهذا القاتل اليوم وصل إلى سدة الحكم وغدا سيستلم وزارة حكومية. نحن إذا حقيقة سنكون مشاركين في الدم العراقي الذي قتله هؤلاء من خلال المشاركة في التصويت والانتخابات، وسنكون مشاركين في كل هؤلاء الذين يسرقون المال العراقي. كل من يسرق من مال العراقي وكل من انتخب سيتحمل نفس الإزر والإثم بالمشاركة في خيار الوطن. ابقى معي لو سمحت أستاذ علي. يعني بعد كل انتخابات والتاريخ القريب، المراقب للتاريخ القريب يرى أنه بعد كل انتخابات يعني يواجه العراقيين أو يواجهون أزمة كبيرة في واقعهم. يعني ثوار تشرين طالما هتفوا ضد الأحزاب السياسية، هتفوا ضد العملية السياسية برمتها، ما المتوقع منهم ردا على الانتخابات المنتظرة، لا سيما وأن تظاهرات يعني بدأت رفضا للانتخابات مبكرا؟ صحيح، نعم، المظاهرات طالبت بانتخابات مبكرة، لكن قبل حكومة وطنية، ليست قبل حكومة عملاء يحكمون حكم التصوص فاسدين يتسيدون المنطقة الخضراء. أكيد نعم نطالب بانتخابات احنا، لكن بظل حكومة وطنية، حكومة تؤمن بالعراق الواحد الموحد. هذا أولا. اثنين، طبعا هذه الانتخابات هي أساسا، وهذا الكلام يوجه لكل الأحزاب اليوم الموجودة بالعراقية بمختلف الطوائف والقوميات وخصوصا من يدعون المقاومة، هذه الانتخابات قانونها سن بدستور. هذا الدستور كتبه بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي، وكتبه زلمان خليل زاد يا من تدعون المقاومة. هذا دستور أمريكي شرح هذه الانتخابات. ما هذه المسرحية وما هذا الكذب وما هذا الضحك على الدقون؟ واليوم نلاحظ قبل ساعتين ثلاثة يخرج لنا أحد رموز عصابات الكاوبوي الأمريكية اللي هو وزير خارجية أمريكا بلينكين، ويقول الانتخابات انتخابات تشرين هي آخر فرصة أمام العراقيين، ونحن هنا كثوار تشرين الممثل الشرعي للعراق وشعب العراق نخاف ونقله، هل انتم وحسمتم أمر انتخاباتكم أم لا تزال المحاكم الأمريكية تنظر بها؟ هل انتهيتم؟ لكن لا أثر عليكم. فهذا الوحل، وحل المنطقة الخضراء من ذاك الطين الأمريكي اللعين، طين البيت الأبيض الذي جلب هذه الزمرة الحاكمة عام 2003. هذه الانتخابات أخي هي حالها حال الانتخابات القبلها والقبلها والقبلها. احنا العراق منذ عام 2003 ونعيش بظل حكم العصابات.
هذه الحكومات المتتالية على العراق أتت بها الدبابات الأمريكية نقطة راس سطر. يعني إحنا الآن المفروض نناقش كليتنا كعراقيين الآن نكون نعيد واحدة من أجل طريقة مناسبة للتخلص من هؤلاء الأمور الحاكمة، هؤلاء العصابات اللي يحكمون العراق الآن، مصطفى الكاظمي وعصابته وزمرته. إحنا ما ننسى مصطفى الكاظمي وعصاباته أخطر على العراق من أي زمن مضى. شكرا لك. الآن مرحلة هم يمرون بمرحلة سرقة العراق، مثل ما سرق أرشيف العراق هذا النص الصغير مصطفى الكاظمي وسلم إلى أمريكا، وبالتحديد جزء منه اللي هو الأرشيف. نشكرك أستاذ علي عزيز. شكرا لك أستاذ علي. يسلم العراق كله. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي. في أخيرا في أقل من دقيقة أستاذ عبد القادر النايل، طالما أكدت المعارضة والقوى المناهضة يعني على فكرة التدخل الإيراني منذ احتلال العراق وحتى الانتخابات الحالية، ما هي الصور وملامح تدخل الانتخابات أو تدخل إيران في الانتخابات الحالية في العراق؟ هناك صور كثيرة لتدخل إيران في الانتخابات، لأن إيران تعتبر أن هذه الانتخابات استراتيجية لتأسيس حكومة تابعة لها على غرار حقيقة تأسيس 6 جيوش كما أعلن الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، ومنها الحشد الشعبي. وبالتالي اليوم يريدون استنساخ، ولذلك دفعوا بالميليشيات لتشكيل واجهات سياسية، وهم يحاوطون الانتخابات من خلال السيطرة على الشركة الدولية التي رعت طباعة البوسترات وطباعة الورق الانتخابي والصندوق الانتخابي، ولذلك هناك سيطرة إيرانية بهذا الإطار، فضلا على أن السيطرة الأمنية لإيران في دعم حلفائها وإقصاء آخرين. وبالتالي ما سيجري أن إيران تريد إعلان الهيمنة الكاملة على العملية الانتخابية وإفراز كتل سياسية تابعة لها في جميع المحافظات، ولذلك يتركز بكل الأطر، ولديها غرفة خاصة في بغداد لإدارة العملية الانتخابية وتزويرها لصالح عناصرها وأحزابها وميليشياتها، سواء المحسوبة على المحافظات الغربية أو المحافظات الجنوبية وحتى الشمالية. وبالتالي من الآن حقيقة تم تسوية كثير من الملفات لاختيار الرؤساء الثلاثة من أجل إعلان إيران الهيمنة الكاملة على العراق، لأنه يعتبر لها استراتيجية مهمة في طريق تنفيذ تصدير ثورتها القادمة والانتقال إلى أن يكون العراق مسرحا كبيرا لها. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي عبر سكايب. ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي عزيز، مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.